السلام عليكم، صباح الخير. أحيانا خاطر العاشق يطيب من أحب الأشياء كانت له يكرهها. سعيد بن مانع يقول: جيتني والشوق في عيونك يبان، وشوفتك معاد صرت أشتاقها. كان يا ما كان في ذاك الزمان، وصار يا ما صار بعد فراقها. كانت الأشواق تمشي باتزان، قبل تجفاها وتكسر ساقها. رحت ما خليت للذكرى ضمان، كل ذكرى شلتها بأعماقها. لا تدور ذكرياتك في المكان، روحت ريح الجفا بواقها. وش جابك بعد ما فات الأوان؟